الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. بعد تقدم الرئيس الأمريكي ليلا، نتائج فرز الأصوات تتغير صباحا، وترامب يعلن فوزه ويلوح بالمحكمة العليا، وبايدن يؤكد الاستعداد لمعركة قضائية. روحاني يؤكد أن ما يهم إيران هو سياسة الحكومة الأمريكية المقبلة، ووزيرة الدفاع الألمانية تحذر من وضع متفجر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. استشهاد فلسطيني من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الإيرانية يصل إلى فنزويلا، ونظيره الفنزويلي يقول إن الزيارة تتضمن برنامج عمل مكثف. الحكومة الإثيوبية تفرض حالة الطوارئ في إقليم تيغراي بعد وقت قصير من إعلانها بدء عملية عسكرية في الإقليم. أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين، ونستهلها من الرئاسيات الأمريكية وآخر التطورات بالنسبة إلى نتائج التصويت. إذن تستمر عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط تنافس شديد بين المرشحين، وبحسب آخر النتائج فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل على 238 صوتا في الكلية الانتخابية، فيما وصلت أصوات ترامب إلى 213 صوتا، علما بأن الأصوات التي تضمن الفوز برئاسة هي 270. وفيما قالت وكالة أسوشيتد بريس أن تعداد الأصوات يشير إلى تقدم ترامب في بعض الولايات التي لا تزال أصواتها الانتخابية غير محسومة، أشارت الأرقام إلى تقارب شديد بين ترامب وبايدن في ميشيغان ونيفادا وويسكونسن. إذن وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفي كلمة له من البيت الأبيض لوح ترامب باللجوء إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات. لقد فزنا في هذه الانتخابات. هدفنا الآن هو ضمان النزاهة لما فيه خير هذه الأمة. هذه لحظة كبيرة جدا. الآن نواجه التزوير في بلادنا. نريد استخدام القانون بنحو مناسب. لذا سنذهب إلى المحكمة الدستورية العليا. نريد وقف فرز الأصوات. لا نريد أن يجدوا أوراق اقتراع عند الرابعة صباحا ليضيفوها إلى نتائج التصويت. هذا سيكون أمرا محزنا. وبقدر ما أشعر بالقلق فقد فزنا بالفعل. وكان ترامب قد اتهم عبر صفحته الشخصية في تويتر الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية، وأضاف في تغريدته إننا متقدمون بقوة، ولكن الديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات ولا ندعهم يفعلون ذلك. وشدد في تغريدته على أنه لا يمكن السماح بتوالي وصول الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع. مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قال إن الجمهوريين على طريق النصر وسنستعيد عظمة أمريكا، ودعا الجمهوريين إلى البقاء متيقظين لمنع أي محاولة تزوير في أصوات المنتخبين. بينما يستمر فرز الأصوات سنبقى يقظين، كما قال الرئيس، كان حق التصويت في صميم ديمقراطيتنا منذ تأسيس هذه الأمة، وسنقوم بحماية نزاهة التصويت. في المقابل أعلنت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه في حال ذهاب ترامب إلى المحكمة العليا لمنع فرز الأصوات على نحو سليم، فإن فرقها القانونية ستكون جاهزة للتصدي لذلك. وكان بايدن قد قال أن الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت. بايدن وفي كلمة له أكد أن نتائج هذه الانتخابات قد لا تعرف قبل ساعات أو بعد ذلك، وأضاف أن الديمقراطيين على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات، وأكد أنه متفائل. كنا نعلم أن الأمر سيستغرق وقتا، لكننا سنصل إلى نتيجة صباح الغد أو ربما بعد فترة أطول، لكننا نشعر بالرضا حيال ما حققناه حتى الآن. أنا هنا الليلة لأخبركم أننا على الطريق الصحيح للفوز في هذه الانتخابات. عرفنا ذلك من نتائج التصويت المبكر غير المسبوق. سيتعين علينا التحلي بالصبر حتى ينتهي العمل الجاد في فرز كل الأصوات.
ومن واشنطن ينضم إلينا من مراسلنا محمد كريم للمزيد من التفاصيل. حتى الساعة محمد، الأرقام، الإحصائيات وكافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج التي يعني تظهر تباعا، وماذا عن الولايات التي لم تظهر فيها النتائج حتى الساعة والتي تبدو يعني النسب فيها متقاربة جدا؟ بالفعل النسب في بعض الولايات هي متقاربة، خصوصا في الولايات الحاسمة ما بين المرشحين دونالد ترامب وكذلك منافسه جو بايدن. هنالك حتى الآن بحسب مسؤولي الانتخابات في تلك الولايات الملايين من الأصوات لم يتم احتسابها حتى الساعة، وهذه ما تزال تتم فيها عمليات العدل والفرز، وبالتالي ما يزال بايدن حتى هذه اللحظة متقدم بأعداد أعضاء المندوبين، ولكن هنالك ولايات ما تزال هي تمثل مفاتيح الوصول إلى البيت الأبيض. نحن نتحدث عن ولاية أريزونا، نيفادا، أيضا ميشيغان، بنسلفانيا، ويسكونسن، وبالتالي أنظار حملة بايدن تتوجه إلى ولاية أريزونا، فإن تأكد فيها الفوز فهو يحتاج بحسب حملته الانتخابية هو يحتاج إلى الفوز فقط بولايتين حاسمتين، أي بمعنى ستكون ميشيغان وويسكونسن كافيتان لوصوله إلى البيت الأبيض، ولكن إن خسر ولاية أريزونا فعليه أن يحقق الفوز في الولايات الثلاثة إلى وهي ويسكونسن، ميشيغان، وكذلك بنسلفانيا. أما فيما يتعلق بترامب فيبدو أن الوضع أكثر مريح لحملته الانتخابية، خصوصا بعد فوزه بولاية فلوريدا وأيضا تحقيقه أرقام عالية في ولايات أخرى وتقدمه أيضا في العد والفرز في عدد من الولايات الحاسمة حتى الساعة، ولكن رهان، لكن القلق ما يزال يساور حملة ترامب، والسبب أن أوراق الاقتراع التي تم إرسالها عبر البريد العادي في تلك الولايات ومنها بنسلفانيا وحتى ولاية ميشيغان هي ما تزال لم تدخل جميعها في العد والفرز والاحتساب، وبالتالي نحن أمام أكثر من مليون صوت في بنسلفانيا تنتظر الاحتساب، وهذا طبعا بطبيعة الحال الحديث لحاكم ولاية بنسلفانيا الذي ذكر بأن هنالك أكثر من مليون صوت ينبغي أن يتم احتسابها قبل إعلان النتيجة فيها تلك الولاية. لدينا مدن كبرى أيضا لم يتم احتساب نتائجها حتى الساعة، ومنها ديترويت مثلا بولاية ميشيغان، وهي تمثل واحدة من المدن المهمة التي يعول عليها الديمقراطيون وحملة بايدن، وكذلك مدينة فيلادلفيا هي الأخرى أيضا سيبدأ الاحتساب أصواتها اليوم صباحا بالتوقيت المحلي لولاية بنسلفانيا، وبالتالي كل السيناريوهات مطروحة ولا فائز حتى الساعة، ولكن الثابت لا وجود لأي موجة حمراء ولا موجة زرقاء، أي بمعنى لم يكتسح أحد المرشحين الولايات أو يأخذ ولاية كانت محسوبة لصالح هذا الحزب على حساب الحزب الآخر. طيب في ظل هذا المشهد وهذه الأرقام التي تتحدث عنها وبانتظار أيضا النتائج الحاسمة ربما، محمد، كيف يبدو المشهد على الأرض خصوصا في ظل التخوفات الكبيرة أمنيا؟ طبعا في واشنطن ونحن نتواجد الآن يبدو أن العاصمة ما زالت تحبس أنفاسها، يعني الوضع في واشنطن العاصمة الآن ما تزال المحال التجارية، واجهات المباني في تلك في العاصمة هي جميعها مغطاة بألواح خشبية مع وجود انتشار للقوات الأمنية خصوصا في محيط البيت الأبيض بعد أن تم إغلاقه بعديد من الأسجة الحديدية، لكن حالة من الترقب، حالة من الحذر الشديدين يسودان الشارع الأمريكي، والخشية من ما حذر منه ترامب لربما الرئيس الأمريكي عندما قال إذا ما خسرنا النتائج أو خسرنا الانتخابات ستكون هنالك أعمال عنف، وأن القاعدة الانتخابية لترامب لربما لن ترتضي هذه النتيجة، والكلام طبعا أيضا للقاعدة الأخرى للحزب الديمقراطي. وبانتظار المزيد من التفاصيل والإضاءة على المشهد، الزميل محمد كريم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك حتى الساعة. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أنه ليس مهما لإيران من يكون الرئيس المقبل في أمريكا، بل المهم هو الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية أو المتعددة الأطراف. روحاني وفي كلمة له خلال اجتماع الحكومة أضاف أن ما يهم طهران هو أن تستبدل أمريكا العقوبات والتهديدات باحترام الشعب الإيراني.
بالنسبة إلينا للأشخاص وللأحزاب في أمريكا مهمون، ما يهمنا هو سياسات الحكومة الأمريكية المقبلة، هو أن تعود أمريكا إلى القانون وإلى الالتزام بكل المعاهدات الدولية، وهو أن تستبدل أمريكا العقوبات والتهديدات باحترام الشعب الإيراني، وأن تستبدل نكث العهود بالوفاء بها. عندها فقط يمكن أن تتغير الأوضاع الراهنة. وزيرة الدفاع الألمانية أعربت عن قلقها من تفجر الأوضاع في الولايات المتحدة، وفي لقاء مع قناة ألمانية حذرت الوزيرة من أزمة دستورية في الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات حتى قبل الانتهاء من فرز الأصوات. لا تبدو دمشق شديدة الاهتمام بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وأنها تراهن على أحد المرشحين لتغيير السياسة الأمريكية تجاه سوريا، لكن بلا شك فإن هذا الاستحقاق سيكون مؤثرا في أي تسوية سياسية في المنطقة تشمل سوريا. ديما نصيف. لم يعد التأثير الرئاسي الأمريكي في سوريا مجرد فرضية. بعد 9 أعوام على الحرب تحول هذا التأثير إلى ساحة تناقضت فيها حينا وتقاطعت أحيانا أخرى سياسات كلا الحزبين، الجمهوري خلال حكم ترامب والديمقراطي خلال حكم سلفه أوباما. وإذا كانت غالبية القراءات السياسية والتحليلات الأمريكية تذهب إلى أن الانتخابات الحالية قد تحدد مستقبل شرق سوريا والعملية السياسية في البلاد، إلا أن مبلغ هذا التأثير ومدى اتساع التفاصيل فيه لا يزالان موضع رهان وانتظار سوريين. الرئيس الأسد يرى بأنه لا وجود لرؤساء أمريكيين، بل هم مجرد مديرين تنفيذيين لمجلس مجموعات الضغط والشركات الكبرى التي تعمل لمصالحها الخاصة في الولايات المتحدة. الأسد كرر مواقف سبق أن أعلنها بأن دمشق لا تعول كثيرا على تغيير في السياسة الأمريكية في سوريا بغض النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض. فرغم كل الوعود بالانسحاب من سوريا التي أطلقها ترامب منذ حملته الانتخابية السابقة، إلا أنه استكمل ما بدأه أوباما في تكريس احتلال طويل الأمد يرتكز على قواعد عسكرية وقوات برية قوامها قصد. ورغم الاستعجال الأمريكي في إعادة فتح قناة مع دمشق بذريعة الرهائن الأمريكيين والمقايضة برفع العقوبات الاقتصادية لاستدراك سقف زمني قبل موعد الانتخابات وانتزاع هذه الورقة، إلا أن دمشق قطعت الطريق واشترطت إنهاء الاحتلال قبل أي نقاش في أي تعاون مع واشنطن. قد يبدو الاستحقاق الانتخابي الأمريكي للبعض دخيلا على المشهد السوري من فرط التركيز على العناوين الاقتصادية والسياسية الداخلية، لكنه في النهاية يندرج في سياق من الرهانات على تسوية سياسية شاملة بعد 9 أعوام من الحرب الإقليمية والدولية على سوريا. ديما نصيف، دمشق، الميادين. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري استبعد أن يكون لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية أي تأثير على وجودها العسكري في سوريا. جيفري قال في حديث صحفي إن العقوبات المفروضة على سوريا ورغبة واشنطن بطرد إيران من سوريا لن تتغير مهما كان اسم الفائز في السباق إلى البيت الأبيض، وأكد أن بلاده تعمل بالتنسيق الوثيق مع تركيا في جميع المناطق باستثناء الشمال الشرقي. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي قطيبة الصالح. نرحب بك سيد قطيبة، ونسأل في البداية كيف من الممكن أن تتأثر أو هل من الممكن أن تتأثر بالدرجة الأولى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا وجدولة الملف السوري على السياسة الخارجية وعلى يعني على جدول أعمال السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، تتأثر النتائج بهذه السياسة؟ بداية عزيزتي يجب التساؤل كيف تأثرت هذه السياسة في السابق عن عهد أوباما وعهد ترامب، والآن نحن على أبواب رئيس ثالث على أبواب السنة العاشرة للأزمة السورية. عموما لا أعتقد بتقديري الشخصي أن الأمور سوف تختلف بشكل كبير، خاصة بالنظر إلى المعطيات التي قدمها المرشح أو الرئيس المقبل ربما بحسب استطلاعات الرأي للولايات المتحدة خلال فترة حملته الانتخابية حول الملف السوري، مع العلم بأن هذه الانتخابات الأمريكية اختصت بشكل أكبر بالملفات الداخلية أكثر منها عن الملفات الخارجية في هذه الحالة.
ولكن المعطيات التي لدينا، كبير مستشاري جو بايدن المرشح الجمهوري أو المرشح الديمقراطي عفوا، كان قد صرح لصحيفة في الفترة الماضية يقول بأن الولايات المتحدة سوف تحتفظ بتواجدها العسكري في شمال سوريا. هذا بالتأكيد يؤشر بأن الوجود العسكري سواء كان قوة صغيرة كما يرشح البعض أو الوجود العسكري كما هو سوف يستمر خلال الفترة الماضية حتى في ظل إدارة أمريكية جديدة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، حتى في بعض المعطيات التفصيلية على سبيل المثال حقول النفط، مستشار بايدن لم ينفي استمرار سيطرة الولايات المتحدة عليها خلال الفترة القادمة، لكنه غير التكتيك أو التبرير حين قال أن وجود القوات الأمريكية صادف بجانب حقول النفط هذه، وأن استمرار السيطرة عليها ضروري لاستمرار الضغط على الرئيس الأسد أو على الحكومة السورية في العموم. في كل الأحوال بالنسبة للسوريين باعتقاد الشخصي، السؤال الآن بالنسبة لأي رئيس قادم أو لأي إدارة أمريكية قادمة، ما الذي سيتغير؟ هل سوف تنسحب القوات الأمريكية من سوريا تنهي احتلالها لشمال سوريا وشمال شرق سوريا؟ الجواب على ما يبدو أنه لا. هل سوف ينتهي حصار الاقتصادي المفروض على سوريا من قبل الإدارة الأمريكية وما تساهم فيه؟ نعم. على ما يبدو أن الجواب أيضا لا، بالنظر إلى تصريحات مستشاري بايدن وحملته الانتخابية. طيب. لكن هل من الممكن ربما التعويل بهامش بسيط على إمكانية فوز ترامب بهذه الانتخابات، بما أنه يعني حقق الاستحقاق بالولاية الثانية من الرئاسيات الأمريكية، وبالتالي لديه هامش راحة وسيلتفت إلى الملفات الداخلية ووعوده بسحب القوات الأمريكية من مناطق النزاع ومناطق انتشارها تحديدا في هذه المناطق، مناطق الشرق الأوسط وغيرها من المناطق التي يتعرض فيها الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية لعمليات أو لخطر محدد، هل من الممكن التعويل على هذا الهامش البسيط؟ في الحديث عن هذا الموضوع لدينا عاملين، الأول وهو من المهم الحديث عنه يتعلق بترامب نفسه. ترامب أبدى على مدار السنوات الماضية رغبته بسحب القوات الأمريكية. بالفعل. الآن بالنسبة للسوريين لم يستطع ذلك أو لم يرد ذلك، هذا موضوع ليس مهم بالنسبة تحديدا للشعب السوري. هناك لدينا مؤسسة الأمن القومي الأمريكا، الدولة العميقة كما يسمونها، والتي قد لا تسمح له، وهذا إن كان فعلا لديه نية لذلك. في جانب آخر يجب الحديث أيضا عن ما الذي سيتغير في حال ترامب استلم يعني أعيد انتخاب ترامب مرة أخرى، بالنسبة لنظرته إلى الشارع السوري، علاقته عفوا إلى الدولة السورية أو الحكومة السورية أو الملف السوري في العموم. يبدو أن يعني يحاول ترامب خلال الفترة الماضية الموازنة بين ما يريده وبين ما تريده دولة الأمن القومي الأمريكية بشكل من الأشكال. على هذا الأساس استمر دعمه للأكراد، وهذا من المتوقع، الميليشيات الكردية من المتوقع أن يستمر حتى في حالة انتخابه. التواجد العسكري الذي يراه يعني ربما يراه جميع في أمريكا ضروري لمواجهة التمدد الروسي أو غير من ذلك. بالمناسبة أيضا بايدن تحدث أو مستشار بايدن تحدث عن التواجد الروسي وأن أحد أهداف الوجود الأمريكي المستمر في سوريا سيكون مواجهته. على هذا الأساس أو بالنسبة للسوريين بشكل عام والقيادة السورية أيضا، التعامل مع الوضع الجديد، أي وضع جديد، أي إدارة جديدة في سوريا في الولايات المتحدة سيكون منطلقا من ثوابت السياسة السورية والتي ظهرت بشكل من الأشكال خلال الأسابيع الماضية لدى الأخبار التي سربت عن زيارة مسؤولين أمريكيين أمنيين لسوريا. نعم. ربما هذا السؤال قادم، تفضلي. نعم، وهذا ما كنا سنسأل عنه لكن انتهى وقتنا بالكامل، لو تجيب عنه بطريقة مختصرة جدا سيد قطيبة عن هذه الزيارات، إلى أي مدى ممكن البناء نعم. عليها واستكمالها في كلا نعم. يعني في كلا النتيجتين إن كان بايدن نعم. أو كان ترامب؟ في السياسة عزيزتي فلنقل في السياسة هناك هيكلية سياسية تبنى عليها أي مفاوضات أو محادثات أو أيا كان من هذا الشيء. على هذا الأساس فإن سوريا القيادة السورية تتعامل على وضع هيكلية، على الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، تحت إدارة بايدن أو أي إدارة أخرى، أن تعترف بأنها قوة احتلال وتضع جميع الملفات التي تخص هذا الملف على الطاولة يتم النقاش فيها، بداية من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ثم يتم التطرق لغيرها. لا صفقات تحت الطاولة، لا تمرير أوراق انتخابية وغيرها، كتلة واحدة يجب الحديث عنها دفعة واحدة. السيد قطيب الصالح الصحفي حدثنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك. قال مسؤول رفيع المستوى في حزب الليكود أنه ما من أهمية لنتائج الانتخابات الأمريكية بالنسبة للانتخابات الإسرائيلية، وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم فإن المسؤول الرفيع المستوى اعتبر أن نتنياهو سيعمل مع المرشح الديمقراطي جو بايدن لو فاز، كما تعامل مع إدارة أوباما حين كان البيت الأبيض أقل ودا مع إسرائيل، لكنه لفت إلى أن انتخاب ترامب يعني استمرار صداقته المميزة مع نتنياهو. قال مسؤول أو يراقب الفلسطينيون الانتخابات الأمريكية باهتمام بالغ ويأملون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسببت بها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نسرين سلمي.
يراهن الفلسطينيون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ولا يرتهنون له، فهم يأملون من خلال فوزه بحلحلة تخرجهم من أزمتهم السياسية والاقتصادية، ولا سيما أنه أعلن عن تبنيه حل الدولتين ونيته إعادة المساعدات للفلسطينيين ووكالة الغوث. خلف أبواب القيادات المغلقة ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الثاني بعد الانتخابات لوضع سياساتهم الجديدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وإن كانوا لا يصرحون بذلك علانية. نحن سنستمر في معركتنا في التمسك بحقوقنا وأيضا رفض أي مساس بهذه الحقوق سواء من أي من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ماذا لو عاد ترامب إلى الحكم؟ الفلسطينيون يخشون حتى التفكير في مثل هذا السيناريو الذي سيعني بالضرورة النصر لمعسكر اليمين الإسرائيلي وتطبيقا لمخطط الضم وتوسيع الاستيطان وإنهاء مشاريع التطبيع مع الدول العربية وحصار الفلسطينيين اقتصاديا وسياسيا. القيادة الفلسطينية وإن لم تكن لديها رؤية واضحة إلا أنها ستكون أمام خيارين، إما أن تصمت على ما يمكن أن ينفذ من مؤامرات وهذا أمر مستبعد، وإما أن تتحول باتجاه مسار استراتيجي جديد عنوانه المقاومة على الأرض. في الشارع الفلسطيني هناك من يرى أن عودة ترامب قد تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من مربع المفاوضات الذي لم يحقق أي من حقوقهم ويجبرهم على تبني استراتيجيات أساسها استعادة الوحدة وتبني خيارات المقاومة. في الحالتين نحن كفلسطينيين بحاجة للتخلي عن النهج الذي لم ينجح، نهج المراهنة على المفاوضات، بحاجة إلى استراتيجية وطنية جديدة تعتمد على تصعيد الكفاح الوطني لتغيير ميزان القوى. بالنسبة إلى الشارع الفلسطيني فإن ترامب وبايدن وجهان لعملة واحدة، الأول يجاهر بمحاباته لإسرائيل وعدائه للفلسطينيين، فيما الآخر يبيع الفلسطينيين كلاما، أما الدعم الفعلي فهو من نصيب إسرائيل. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. استشهد شاب فلسطيني من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز حوار شمال الضفة المحتلة، وزعمت قوات الاحتلال أن الشاب شهر مسدسا بوجه جنود الحاجز الذين عمدوا إلى إطلاق النار عليه، وقد أغلقت قوات الاحتلال الحاجز أمام حركة العبور. لا إله إلا الله، طخوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا فلسطينيا في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية المحتلة يضم 75 منشأة بين بيوت وحظائر. وقال مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الشمالية معتز بشارات إن قوات الاحتلال أزالت تجمع الحمصة البقيعة شرق طوباس وشردت سكانه. وأوضح بشارات أن التجمع الفلسطيني قائم منذ أكثر من 40 عاما. وبالعودة إلى إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على شاب فلسطيني عند حاجز حوار شمال الضفة المحتلة، تنضم إلينا مراسلتنا نسرين سلمي. نسرين، كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء الجديد من قبل قوات الاحتلال، من هو الشاب وتفاصيل أكثر عنه ربما؟ نعم، الشاب هو بلال رواجبة، هو نقيب في جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية، يعمل بمثابة مستشار قانوني في هذا الجهاز الأمني. قوات الاحتلال طبعا عمره 29 عاما وهو أب لطفلة لم تجاوز 3 أشهر. كل هذه التفاصيل على الأقل تفند رواية قوات الاحتلال، لأن قوات الاحتلال قالت أن سيارة بيضاء تقدمت نحو الحاجز. في البداية قالت قوات الاحتلال أن الشاب أشهر سلاحه، ثم عادت وقالت وغيرت أقوالها فعليا وقالت أن الشاب أطلق الرصاص باتجاه البرج العسكري هناك. جنود الاحتلال لاحقوا السيارة وأطلقوا وابل من الرصاص وتأكدوا أن الشاب استشهد قبل أن يحاصروا المكان ويمنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليه وحتى إنقاذه. تركوه في السيارة ينزف، وبعد ذلك طبعا أخذوا جثمانه واحتجزوه لديهم، أغلقوا الحاجز العسكري الموجود، هو عمليا هذا الحاجز على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس في الضفة الغربية، منع من الحركة والوصول إلى المكان.
طبعا عدة روايات تناقلوها في بداية إشهر مسدس ثم إطلاق النار. حتى هذه اللحظة لا يعرف أين ذهب جثمان الشهيد، لكن الأكيد أنه استشهد وترك ينزف في سيارته. لكن في التفصيل متعلق بأن الشاب هو عنصر بالشرطة الفلسطينية، هذا ما فهمناه، وبالتالي إلى يعني كيف نفسر ذلك وإلى ماذا ممكن أن يقود هذا الموضوع؟ يعني هناك عدة روايات، يعني في البداية إذا شئنا أن نصدق رواية الاحتلال بأنه أشهر مسدسه أو أطلق النار باتجاه البرج العسكري، ربما هو يعني بالنهاية هو فلسطيني بغض النظر إذا كان يعمل في الأمن الوقائي أو في أي جهاز أمني آخر، هو فلسطيني يتعرض للاحتلال في كل يوم. مضايقات الاحتلال، مجرد وجود هذا الحاجز هو جزء من هذه المضايقات. والاحتمال الآخر هو أن قوات الاحتلال اخترعت هذه الرواية لتطلق النار على الشاب، ربما اشتبهت، ربما أخرج هاتفه واشتبهت بأنه مسدس وقامت بإطلاق النار، خصوصا أنه لم تعطي مجال لأحد لمعرفة التفاصيل، وأيضا هي لم تتركه حيا وإنما قامت بإطلاق وابل من الرصاص حتى ما قدر استشهاده على الفور، يعني لم تعتقله حتى، وبالتالي التفاصيل كلها موجودة لديها. إما يعني الاحتمالين واردين، إما أنه فعلا حاول إطلاق النار على البرج أو أنه لم يكن كذلك وقوات الاحتلال قتلته بالعمد، خصوصا أننا نتحدث عن شاب 29 عاما لديه طفلة 3 شهور، وكل منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه يعني يحب طفلته، يحب حياته، لا يبدو أنه يعني كان مقدما على مثل هذه العملية. طبعا هناك ردود فعل من فصائل مختلفة، منها حركة الجهاد الإسلامي التي وصفت ما قامت به قوات الاحتلال بأنها إرهاب وقتل متواصل على الحواجز، ودعت الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية للرد على مثل هذه العملية. إذا نسرين سلمي مراسلتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أعلن قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أن قوة صواريخ إيران تضمن تراجع الأعداء وأن تحليقها سيهز جسد العدو. سلامي وفي خلال إزاحة الستار عن منظومة آلية ذكية لإطلاق الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، أكد أن الدعامة القوية لخيمة الردع والدفاع في إيران تبعث على الطمأنينة وتظهر إرادة النظام السياسي أمام العدو، وستفرض عليه إذا لزم الأمر. وصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى فنزويلا. وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا أشار إلى أن زيارة ظريف تتضمن برنامج عمل مكثف من دون أن يحدد التفاصيل، وأضاف أن فنزويلا وإيران أظهرتا تضامنهما وشجاعتهما في مواجهة الاعتداءات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أحمد البحراني. أحمد، في البداية، إزاحة الستار اليوم عن منظومة آلية ذكية لإطلاق الصواريخ الباليستية، تفاصيل متعلقة بهذا الإطلاق الجديد وإنجاز الإيراني الجديد. نعم دينا، طبعا إيران تستعرض قدراتها العسكرية والصاروخية بين فينة وأخرى. طبعا الاستعراض الذي جرى اليوم أيضا شمل آخر وأحدث التقنيات العسكرية الإيرانية، قاذفات الصواريخ المتطورة في إيران، لكن أهم من ذلك هي تصريحات قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي. وإضافة إلى ما ورد في الخبر، هو أكد أن إيران ستبقى منتصرة دائما بفضل هذه القدرات العسكرية والدفاعية، وعلى رأسها القدرات الصاروخية الإيرانية. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ليس لديها أدنى شك وأدنى قلق من القدرة على الدفاع عن مصالح إيران، على كرامة وشرف واستقلال إيران أمام الأعداء الذين يفقدون الكثير من قدرتهم يوما بعد آخر. وأضاف في نفس الوقت أن يعني وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من خطورة الأعداء، وخاطب قواته بالقول: عليكم أن تبقوا أيديكم وأصابعكم على الزناد وأن تكونوا على أهبة الاستعداد دائما. رغم أنه قال أيضا أن القدرات الصاروخية الإيرانية والقدرة الردعية لهذه القدرات الصاروخية تضمن عدم
تنفيذ الأعداء لتهديداتهم، وهذه التصريحات تزامنت مع تصريحات أخرى لقائد الجيش الإيراني حيث حذر من الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة أي بالفعل يعني كانت تحذيرات على لسان أكثر من مسؤول عسكري إيراني. لكن أحمد أيضا السؤال اليوم بالتزامن مع هذا الإنجاز الإيراني الجديد وهذه التصريحات الإيرانية، زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فنزويلا وما تحدث به وزير الخارجية الفنزويلي عن أن على جدول أعمال ملفات أو هناك جدول أعمال مكثف، التفاصيل وماذا في جدول الأعمال وعن خلفية هذه الزيارة؟ نعم دينا، طبعا هذه الزيارة هي تأتي ضمن جولة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دول ثلاث دول من أمريكا اللاتينية. بطبيعة الحال العلاقات بين إيران وفنزويلا علاقات استراتيجية، يعني انتقلت من الشراكة إلى العلاقات والتحالف بين البلدين، خاصة وأن كل من طهران وكاراكاس تتعرضان إلى عقوبات اقتصادية قاسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قرار إيران الحازم قبل أشهر بإرسال شحنات من النفط والمشتقات النفطية أيضا عزز هذه العلاقة بشكل كبير، خاصة وأن كاراكاس كانت بحاجة إلى إعادة تأهيل مصافيها، مصافي النفط والبنزين، والحمولات الإيرانية كانت تشمل العديد من قطع الغيار والمهندسين والفنيين في هذا المجال. بطبيعة الحال ومن المعلوم أن العلاقات بين طهران وكاراكاس بدأت منذ عام 2006 واستمرت بالتحسن وزادت بهذا التحسن عندما استأنفت أو سيرت كل من إيران وفنزويلا رحلات جوية إلى بعضهما البعض. لكن الرؤى والسياسات المتقاربة بين كل من البلدين سواء على صعيد العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بخصوص العديد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى هو الذي جمع بين البلدين، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز هذه العلاقات بين طهران وجملة من البلدان في أمريكا اللاتينية. إذن أحمد البحراني مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. هذه ظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الداخلية تشيلي يستقيل على خلفية تعامل الشرطة بعنف مع الاحتجاجات. أهلا بكم من جديد. رأت وزارة الخارجية الأرمينية أن لدى قوتي إقليم ناغورنو كاراباخ الحق في الرد على قصف أذربيجان للمنشآت فيها. وفي بيان قالت الخارجية أن القوات الأذربيجانية استهدفت مدينتي ستيبانكارت وشوشا بقنابل عنقودية أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين. من جهته أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان بحسب تعبيره. أعلنت الخارجية الأذربيجانية عن تقديرها لتصريح المرشد الإيراني السيد علي خامنئي بشأن دعم سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها وضرورة تحرير جميع أراضي أذربيجان التي تحتلها أرمينيا. بيان الخارجية قال إن جهود إيران الصديقة لحل الصراع الأرميني الأذربيجاني موقع تقدير. ولفت البيان إلى زيارة المبعوث الخاص للرئيس الإيراني نائب وزير الخارجية عباس عراقتشي المنطقة، وكذلك ثمن البيان مبادرات طهران لحل النزاع الأرميني الأذربيجاني في أقرب وقت ممكن. فرضت الحكومة الأثيوبية حالة الطوارئ في إقليم تيغراي بعد وقت قصير من إعلانها بدء عملية عسكرية في الإقليم، وتأتي هذه الخطوة الحكومية بعد إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفيذها عمليات ضد الجيش الأثيوبي الذي أو التي سقط من جرائها عشرات الضحايا المدنيين. لقد طعن جيشنا من الخلف وتعرض لهجوم من قبل مواطنيه، سقط العديد من القتلى والجرحى ودمرت الممتلكات. قوة التدمير هذه شاركت طوال الأشهر الماضية بأعمال عدائية أخرى.
بعد 3 أشهر فقط من تسلمه منصبه، قدم وزير الداخلية التشيلي فيكتور بيريز استقالته بحسب وسائل أعلام محلية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر داخلية تشيلية أن استقالة بيريز جاءت وسط تحركات في البرلمان لإطاحته. وواجه الوزير انتقادا بسبب تعامل الشرطة مع إضراب سائق الشاحنات ووحشيتها مع احتجاجات انطلقت في الفترة الأخيرة. شددت هولندا تدابير الحجر الصحي في مواجهة استمرار التفشي السريع لفيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت القارة 11 مليون إصابة. وتعيش النمسا في ظل حظر تجول، فيما أعادت المجر فرض حال الطوارئ، كما أقفلت اليونان قسما من المتاجر والمطاعم. أما لندن فتستعد لإغلاق جديد يستمر 4 أسابيع. وللمزيد ينضم الينا مدير مكتب الميادين في جنيف موسى عاصي. موسى، اكثر من دوله اوروبيه يعني تشدد اجراءات الحجر الصحي في مواجهه فيروس كورونا، وايضا في بلدان اخرى دخلت فعليا في الاقفال التام. ماذا في التفاصيل وتطور تفشي كورونا، وهل نحن امام الموجه الثانيه في الدول الاوروبيه؟ نعم، نحن في خضم هذه الموجة، خصوصا وأن الإجراءات التي اتخذت على المستوى الأوروبي تذكرنا بالإجراءات التي اتخذت في الموجة الأولى في ربيع هذا العام. وطبعا بعض الدول هنا فيها إجراءات أقصى بكثير من الإجراءات في الموجة الأولى. معظم أوروبا اليوم وهولندا كما ذكرت قبل قليل هي من آخر الدول التي اتخذت إجراءات مشددة، علما أنها قبل أسبوع واحد كانت اتخذت إجراءات جزئية، ولكن عند وصول أعداد المصابين إلى مستويات مرتفعة اضطرت للحاق بالدول الأوروبية الأخرى واتخاذ إجراءات مماثلة. كل يعني الأسواق مقفلة، أوروبا مقفلة ما عدا المدارس والمحال التجارية للمواد الأساسية، والعمل كما كان في الموجة الأولى العمل عن بعد لا يزال هو الخيار الأول والأكثر انتشارا في الدول الأوروبية. اليوم هذه الموجة تعد أقصى بكثير من الموجة الأولى، على أساس أن توقعات الخبراء تشير إلى أنه في نهاية هذه الموجة التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر يناير كانون الثاني المقبل، سيكون عدد الوفيات 4 إلى 5 مرات أكبر من أعداد الوفيات في الموجة الأولى، وهذه أرقام كبيرة جدا. أرقام الوفيات حتى الآن ازدادت بنحو 70,000 وفية منذ بدء هذه الموجة قبل 3 أسابيع عن الموجة الأولى. عدد الأسرة في المستشفيات الأوروبية اليوم أيضا يطرح مشكلة كبيرة كما في الموجة الأولى في فرنسا. أعداد الأسرة في هذه المستشفيات أو مشغولة في هذه الأيام ما بين 45 إلى 120% من قدرتها الاستيعابية، أي أن بعض هذه المستشفيات قد اضطر لوضع المزيد من الأسرة خارج النظام الأساسي لها من أجل استقبال المرضى ذوو يعني الحاجات الأساسية. إذن حتى على المستوى الاقتصادي هذا الإقفال سيكلف الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مليارات اليوريات، وهناك إجراءات بدأت تتخذ من أجل مساعدة المتضررين. إذن موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف، شكرا جزيلا لك. وفي فلسطين المحتلة أعلن الرئيس محمود عباس حال الطوارئ لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا، وأصدر عباس مرسوما رئاسيا بإعلان الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما بدءا من يوم أمس. حالة من الخوف والقلق تعتري عوائل الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد الإعلان عن إصابة العشرات منهم. أحمد غانم. صدمة كبيرة ألمت بعائلة السلاوي بعد الإعلان عن إصابة نجلها الأسير خالد بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال، صدمة ضاعفت وجع العائلة وخوفها على ابنها، ولا سيما أنه يعاني وضعا صحيا صعبا قد تفاقمه الإصابة المستجدة في ظل الإهمال الطبي المتعمد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. خايفين على أولادنا، احنا هنا اللي بصاب بالكورونا بنقعد يعني بنبقى بنتمنى له الشفاء وخايفين عليه، عارفين في ايد أمينة بتعالجوا، فما بالك لما بكون عند اليهود لا دواء ولا غذاء ولا ملابس ولا أدوية، يعني إيش كيف بده يكون شعورنا؟ يعني إحنا على أعصابنا قاعدين في الدار. مؤسسات شؤون الأسرى أكدت إصابة قرابة 80 أسيرا بفيروس كورونا داخل السجون الإسرائيلية، مشددة على أن الاحتلال تعمد نشر الفيروس بين الأسرى في استهداف مباشر لحياتهم. ما لاحظناه هو إصرار من قبل القوات السجون الصهيونية على نقل الفيروس، هناك جريمة مركبات وارتكب بحق الأسرى
هناك إهمال وتقصير واضح قاد لأن يصاب هؤلاء الأسرى بالعشرات بهذا الفيروس الخطير. لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية دانت صمت المؤسسات الدولية عن جريمة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، محذرة من مغبة المساس بحياتهم، وطالبت المقاومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى. الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وهذا يستدعي أن تكون المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد مباشرة إذا فعلا ما ارتقى أي من أسرانا شهيدا. وتخشى مؤسسات حقوقية من تفشي الفيروس على نحو سريع داخل السجون لكونها تمثل بيئة خصبة لذلك. تواصل إسرائيل إهمالها الطبي المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية في جريمة سيدفع الأسرى ثمنها من صحتهم وحياتهم. أحمد غانم، غزة، الميادين. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميل عبد الله ظاهر. مساء الخير عبد الله. مساء الخير دينا. تفضل. شكرا. أهلا بكم. انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من اتفاقية باريس للمناخ التزاما بتعهد قديم للرئيس دونالد ترامب بانسحاب ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي. ووعد جو بايدن المنافس الديمقراطي لترامب على الرئاسة بالانضمام إلى الاتفاق مرة أخرى حال فوزه في الانتخابات. وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا إن انسحاب الولايات المتحدة سيحدث فجوة في الجهود العالمية لتحقيق أهداف اتفاق باريس وطموحاته. أغلقت الأسهم الأمريكية تداولاتها على ارتفاع كبير وسط رهان من المستثمرين على أن الانتخابات الرئاسية ستحسم في عملية قصيرة، ما سيؤدي إلى صفقة سريعة بشأن المزيد من التحفيز المالي. أما الأسهم الأوروبية فقد نزلت إثر تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات المهمة المتأرجحة. وما عزز الضبابية إعلان ترامب أنه فاز متهما الحزب الديمقراطي بمحاولة سرقة الانتخابات، وقال إنه سيذهب إلى المحكمة العليا للقتال من أجل الفوز إذا اقتضت الضرورة. انكمش النشاط التجاري في فرنسا بأسرع وتيرة في 5 أشهر خلال تشرين أول أكتوبر مع تراجع قطاع الخدمات متأثرا بالإغلاق العام لمواجهة تفشي وباء كورونا. AHS ماركت قالت إن النتائج مقلقة للنشاط التجاري في البلاد، ورجحت أن يستمر المسار التراجعي خلال أشهر الشتاء مع تراجع الإنتاج الصناعي وانخفاض عدد الطلبيات الجديدة. أظهرت دراسة ارتفاع ديون جميع الدول العربية خلال العام الحالي، حيث تأثرت هذه البلدان بوباء كورونا وبالأزمات الأمنية والسياسية. وفقا للدراسة التي أعدتها مجلة جلوبال فاينانس، احتل السودان المرتبة الأولى عربيا في حجم الديون المترتبة عليه بواقع 259 مليارا و385 مليون دولار، يليه لبنان ب 161 مليارا و666 مليونا، ثم البحرين ب 128 مليارا و282 مليونا، وحل العراق في المرتبة الرابعة بعدما قفزت ديونه من 46 مليارا إلى 68 مليارا و265 مليونا. قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية عبد الله بن ناصر أبو الثين أن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف. أبو الثين أعلن أن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في آذار مارس من العام المقبل تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة السعودية من دون إذن صاحب العمل. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة. نلتقي من جديد عند 5 عصرا مع الاقتصادية المفصلة. عودة لك دينا. شكرا لك عبد الله. شكرا. خسائر كبيرة يتكبدها قطاع المطاعم في تونس بسبب وباء كورونا ونداء استغاثة إلى الحكومة لتقديم مساعدات إلى القطاع. سميح البغلمي. نداء استغاثة يطلقه أصحاب المطاعم السياحية في تونس، والذين يتكبدون يوميا خسائر كبيرة بسبب جائحة كورونا. خسائر أكدت الجامعة التونسية للمطاعم السياحية أنها بلغت 20 مليون دولار. هاك تشوف، الريستوران فارغ،
ما نجموش نخدموا من السبعة للأربعة. احنا الخدمة متاعنا تبدأ من الأربعة حتى الواحد. دونك عنا صعوبات، عنا مزودين يزمنا نخلصوهم، عنا بنوك، عنا إيجار مالي، عنا معناتها المالية، عنا سيناسيس، معناتها قاعدين في صدقني معناتها في حالة صعبة 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 للغاية. معاناة أصحاب المطاعم تتفاقم في ظل تباطؤ الحكومة في تفعيل القرارات التي أعلنت عنها في شهر مارس آذار الماضي، فضلا عن غياب التفاعل البنوك ورفضها منحهم قروضا لتجاوز محنتهم. حتى الإجراءات متاع الدولة اللي خدتها في شهر مارس الفرد اليوم ما تفعلتش، فما بطء الخسائر نجم نقول لك أنا في رقم معاملاتهم يوصل أكثر من 80%. خسائر كبيرة خلفتها جائحة كورونا في القطاع السياحي، حيث تراجعت عائدات السياحة بنسبة فاقت 60%، كما تم تسريح آلاف العمال في هذا المجال الحيوي الذي يعد من أبرز ركائز الاقتصاد التونسي. نداء استغاثة يطلقه أصحاب المطاعم السياحية ودعوات إلى التحرك السريع لدعم القطاع السياحي، ولا سيما أن تونس تعد وجهة أساسية للسياحة في حوض المتوسط. سميحة البغنمي، تونس، الميادين. الآن إلى العناوين. بعد تقدم الرئيس الأمريكي ليلا، نتائج فرز الأصوات تتغير صباحا، وترامب يعلن فوزه ويلوح بالمحكمة العليا، وبايدن يؤكد الاستعداد لمعركة قضائية. روحاني يؤكد أن ما يهم إيران هو سياسات الحكومة الأمريكية المقبلة، ووزيرة الدفاع الألمانية تحذر من وضع متفجر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. استشهاد فلسطيني من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية الإيرانية يصل إلى فنزويلا، ونظيره الفنزويلي يقول إن زيارته تتضمن برنامج عمل مكثف. والحكومة الأثيوبية تفرض حالة الطوارئ في إقليم تيغراي بعد وقت قصير من إعلانها بدء عملية عسكرية في الإقليم. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية، المتابعين باللغة الإسبانية. إليكم.